السلام عليكم، اهلا يا فنانين. فيديو اليوم عن الوان القواش وطريقة دمج اللون الاحمر مع اللون الابيض واستخراج درجات من اللون الاحمر. الادوات اللي استخدمتها في الفيديو هما فرشة والوان قواش احمر وابيض، كوب مية لغسل الفرشة من الالوان وتنظيفها ولتخفيف اللون ايضا. فالمياه هي الوسيط لالوان القواش، والوان القواش معتمة عكس الالوان المائية الووتر كولر، فهي ألوان شفافة بنستخدمها بمية اللون، وباليتا لدمج الألوان عليها وسكتش كانسل. زي ما احنا شايفين عملنا المستطيل اللي هنلون فيه وقسمناه لسبع مستطيلات صغيرين. هنبدأ نضيف اللون الأبيض واللون الأحمر على الباليتا. وبعدين هنبدأ نضيف الألوان على الورقة، الأحمر الصريح في الأول، وهننضف الفرشة عشان نلون اللون الأبيض. زي ما احنا شايفين بنلون اللون الأحمر في أول المستطيل. بننظف الفرشة بعدها نضيف اللون الأبيض. وبعدين بندمج اللون الأبيض مع اللون الأحمر عشان نطلع درجات اللون الأحمر على الورقة. الطريقة دي يا فنانين هتعلمك ازاي تتحكم في اللون وتعرف تخرج اكتر من درجة من لون واحد، واللون الأحمر هو من الألوان الأساسية.
وفي نهاية الفيديو أحب أشكر كل اللي بيدعمني بلايك وكومنت، ولو أنت جديد في القناة ياريت تدعمني بلايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة. دمتم في أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.